زميلتنا جيرمين إبراهيم كانت موجودة في قرية عرب الغديري في محافظة القليوبية، ونقلت لنا في بث من هناك عن أو نقلت لنا جزء من إجراءات موسم حصاد فاكهة الفراولة. لكن من جمال وبهجة الحصاد حبينا نسلط الضوء بشكل أكبر ونعمل معايشة نتابع فيها التفاصيل هذا الحصاد. خلينا نروح نتابع هذا التقرير مع جيرمين ونرجع مرة تانية. كانت الاول الفراوله دي كانت ما كانتش تنقيط ولا الكلام ده، فكانت تجاره عاديه يعني. فطلعنا لقينا اهالينا طبعا كانوا بيزرعوا وهي محصول كويس يعني، فتقدمت بقى في زراعه الفريش، وبقت دلوقتي شغله مصانع وتصدير وشغل بقى في نظام شويه عن الاول، وبقت حاجه متقدمه قوي قوي عندنا في مصر هنا. والمبيدات بقت حاجه جميله جدا يعني، دلوقتي بقت كل الفراولات محلله يعني، كل الادويه اللي احنا بننزلها للفراوله محلله، فبقت طبعا حاصل محصول حلو يعني كبير في مصر على ان بيسحب عماله. طبعا شبكات الري التنقيط الحديثه بقت متقدمه عندنا في القليوبيه، والقليوبيه محافظه كبيره يعني في زراعه الفراوله، وهي من زمان وهي بتزرع الفراوله مش من دلوقتي. فطلعنا بس هو التقدم في الزراعه اللي هي اللي انت شايفها حضرتك دلوقتي دي حاجه كويسه يعني، وبقت الدول كلها تبص الفراوله عندنا هنا في مصر هو محصول حلو، وبقينا نحتاج دلوقتي رقم واحد في العالم كله بأمانة يعني، لأن جميع الدول بتيجي تاخد فراولة من هنا كتصدير كرتون أو كتصدير اللي هو التجميد، اللي هو تجميد الفراولة اللي هي بتتجمد بتتجهز في المصانع دلوقتي، وبتسافر بعد فترة يعني بعد ما بتتجمد بتسافر على بره على طول. حصاد طبعا بيبقى خير في القرية، حاجة كويسة يعني، حاجة جميلة. العمالة، العربيات، كل حاجة كله بيشتغل، بتبقى بتحس زي سوق، كل الناس بتبقى خارجة على أجل عيشها، من الساعة 7 ما بيرجعوش إلا الساعة 7 آخر النهار. بنزرع مشاتل وبنقلعها من المشتل، بعد كده بنخطط نفس التخطيط كده وبنشد شبكتنا وبنجيب العمالة تنقل الشتلة دي. بتبدأ بقى من بعد زراعتها كده 40 يوم أو 50 يوم نبشر منها، بنجيب بقى العمالة نشتغل على الجمع وكده لحد 15/6 أول 7 بتشتغل على هذا الاساس. المحاصيل في فرتونه وستيشن واستفاله ومنتخب. احنا الاول في السنين الماضيه كان لما بنزرع زراعه المبرده اللي كنا بنزرعها في شهر 9 وبنبدا انتاج بتاعها في شهر في نص 3 اللي احنا فيه دلوقتي. تطور الزراعه اللي مر تطور زراعي طبيعي سريع جدا، وكان له اثر ومردود كبير انه يزيد العائد والانتاج لمحصول الفراوله في مصر، اللي جعلها انها تتربع على عرش الذهب الاحمر بالمركز الاول في المجمد وما بين الثالث والرابع في تصدير الفريش. الاصناف دي كلها طبعا منتشره في مصر بسبب الظروف المناخيه الملائمه بيننا وبين الاجواء في منطقه جامعه فلوريدا فادى لانتشارها. طبعا نرجع نقول ان الحس الزراعي والتطور عند المزارع المصري بالنسبه لمحصول الفراوله بقى كبير جدا، بحيث ان احنا النهارده بقينا ننتج منتج امن بندور فيه ان احنا ننتجه لابنائنا اولا ثم للتصدير.